احنا فين؟ هو انا بحلم ولا احنا في كليب النوال الزغبي في التسعينات ولا انا تعبت وجبتني مستشفى الجلاء ولا ايه؟ لا يا كبير، ده مدرسه الروابي. وفين الديسكات؟ خابر يا كبير، انا شميت دخان عجيب ما دريتش بروحي لقيت نفسي هنا. بس زي ما عملت يا كبير، فيه نيزك هيضرب الارض، جنابك اكيد ده المكوك اللي هياخدنا على الكوكب الجديد. نيزك ايه يا جماعه؟ انتوا مش خبرين ايش الراجل ده. كيف ما انا خبره، الراجل ده عامل مقلب كيف الايام الخوالي. باه يا كبير يا ابني، ايه عامل لنا الكاميرا الخفيه؟ بس انت دسس الكاميرات فيه. اقول لك ولا تزعلش، مقلب ايه؟ هصرف كل ده عشان ابهركم. ما انت بتموت في التفاهه وفي النسوان. يا جماعه ما تسمعوش الراجل الخرفان ده لا مقلب ولا حاجه، قسما بالله انا زيكم، انا ما خبرش احنا فيه. حاشا لله، زيك زينا ازاي؟ انت الكبير العمده وبحملك المسؤوليه كامله. صح يا دكتور، احنا كلنا مسؤولين منك يا كبير، ولازم ادلوك تقول لنا هنفطروا كيف ونعملوا حمام فين. ارجيها بجمك مش العمده. وبعدين من متى انت الحمام كان عندك مشكله فيه؟ ما انت بتعملها في اي مكان. ده انا نفسي قفشك مرتين، مره في الترعه ومره ورا الثلاجه حدانا في الدوار. انا ما سالتكش الحمام فين، انا بقول لك هنعملوها فين. وبعدين انا مش شايف ولا ترعه ولا ثلاجه. اعمل في اي حته يا جماعه، انا عاوز اعرف ايه اللي جابنا هنا ومين اللي لبسنا الطقومه دي. الطقومه انت يا بنت، هوسك بالطقومه خلاك تلبسينا كلاتنا؟ لا مش انا يا كبير، بس الفكره حلوه، ناقص لها بس 40% لكرة. يا جماعه انا الحمد لله ربنا الهمني وعرفت مين اللي لبسنا كده. مين؟ الستايلست. ستايلست يعني ايه؟ يعني مرضعه؟ لا، الستايلست باللغه العربيه يعني الممرضه. ايه دي؟ ستايلست دي نوع معدن اللي هو ستايلستين. يا جماعه انا حدايا مشكله، ما احبش البس خلاجات كيف خلاجات كل الناس. اي ام ديفرنت. هي دي مشكلتك؟ يعني ان احنا مخطوفين وكل حاجه مش فرقالك، وفرق لك بس بقد ديفرنت. انت ديفرنت يا اشرف، حتى لو ملط كل حاجه فيك ديفرنت. هو يعني يا اشرف الترنج اللي هلانكه ده مش ديفرنت، ده سو ديفرنت. يا جماعه احنا في ايه ولا في ايه؟ انا عاوز اعرف دلوقتي احنا فين. انا خابر يا ابوي، احنا فين؟ احنا فين ده بين لنا كده يابا، احنا في لعبه صبيت. صبيت؟ انت جعان يا ولدي. دي لعبه حلوه قوي. ايوه صح يا جوني، دي لعبه الصبيت. كنت وديت لك تزاني اوفر يا ابوي. تطلع ايه لعبه الصبيت دي؟ انت ما تعرفهاش؟ لا ما اعرفهاش. دي مغامره بنلعبوا فيها كام لعبه كده، الكسبان بيكسب والخسران بيخسر، والجعان بياكل. أيوة. والعطشان بيشرب. أيوة. والظريف بياخد بالجامعه. لا ما مش بصازه يا جماعه، يا هلال الله يا لهنا، حاجة عبرنا، حاجة فهمنا احنا فين.